إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المشاهدين، هتشوفوا معايا في هذا المقطع هذا واحد الجولة خفيفة في مدينة فاس العلمية. غادي نبداو الإخوان دابا هنا الإخوان، أنا هاوت منيا باش نخرج في الطريق ديال الشارع الرئيسي اللي كيتوسط للمدينة، كيتسمى لافيل، يعني المدينة الجديدة لمدينة فاس. فين كاينين الإدارة تمايا، فين كاين المحاكم، كاين الولاية، كاين برك المغرب، يعني هذاك الشارع حي إداري. هذاك الشارع هو من أجمل شوارع مدينة فاس، الشارع اللي كيتواجد فيه السبعة سيدي السبع. السبع ما عرفناش هذاك السبع ديال الإفران اللي وصل لفاس ولا هذا غير من الأحفاد ديالو ولا ولدو. المهم الإخوان، راه السبع كاين في مدينة فاس. الناس اللي ما لقاوش السبع في إفران يجوا لمدينة فاس، هو قريب ليهم. والناس كذلك اللي ما جاوش لفاس وطلعوا لإفران، راه السبع كاين في إفران. المهم الإخوان، فاس وإفران راه كاينين السبوعه. تحية للجميع، تحية لجميع متتبعي قناة مناظير بلادي داخل الوطن وخارج الوطن، تحية لجميع المشاهدين والمشاهدات أينما كانوا. وما تنساوش الإخوان دعمونا باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد. ما تنساوش الإعجاب ومشاركة القناة فضلا وليس أمرا. تحياتي لكم جميعا، وخليكم ساري معايا في مدينة فاس، المدينة العتيقة، المدينة العلمية، مدينة العلم والعلماء، مدينة الأدارسة، مدينة العلم، مدينة العلمية، مدينة فاس. من هنا الإخوان طريق الناس اللي بغا يمشيو في اتجاه ديال تاونات الحسيمة غيبطو من هنا على اليسار، والناس اللي بغا يشدو الطريق معنا في هاد الشارع هذا، شارع الحسن الثاني، يدوروا من هنايا، عفوا هذوك الناس يمشيو على اليمين، واللي غيتساروا معايا انا شويه يدوروا هنا على اليسار. ونعتذر الاخوان على شويه ديال التصوير، لان كانت الشمس شويه مع الشجر وداك الشيء كتخرج الاشعه ديال الشمس كتكون عفوا كيكون واحد شويه تاثير على الصورة، ولكن ماشي مشكل. الناس غير يشوفوا معنا المدينة فاس، هذا هو أجمل شارع الإخوان اللي كنشوف أنا ملي كندخل مدينة فاس. شارع جميل بالأشجار ديالو، واخا دارو فيه النخل ولكن كان الأشجار، أشجار الإخوان هما اللي دايرين الظل هنا ودايرين البرودة يعني. وهاد الشارع فيه نافورات جميلين بزاف. خليكم سايرين معايا، خليكم كان تمنظرو كتساروا معايا. تحياتي لكم جميعا، خليكم مكمل مع المقطع حتى النهاية. فرجة ممتعة. Thank you.
الاخوان انا مشيت مع الشارع حتى تقريبا لاخر احدى ولايات الامن وجبت الدوره ورجعت هابط تاني مع الشارع. كتبقى الولايه ديال الجهه كتبقى على اليمين ديالي ونهبط الاخوان انهبط من نتا الاخر تاني ديال الشارع هذا وندخل شويه نشوفوا داك السبع اللي واقف تما اش كيدير. يلا خليكم شادين معايا الخط، خليكم متابعين القناة لنوصل عند السبع. السبع يا السبع، تحياتي لكم جميعا. انتم الاخوه المشاهدين شوفوا على الشارع كيفاش داير، يعني واحد الشارع جميل جدا كما قلت لكم الاخوان. واخا كاين نخل عاطي المنظر ديالو ولكن كاين شجر حتى هو مغطي عاطي المنظر ديالو. دايرين الشجر ودايرين النخل شيء جميل، وكاين الكراسي وكاينين يعني ما عندي ما نقول الاخوان. هذا الشارع هذا شارع جميل وشارع نظيف شارع بارد الاخوان، الناس كيتمشاو وكيريح الاخوان. ملي تمشى من اللي عيا كاين الكراسي يريح شويه الاخوان. كما كتشوفوا مناظر في غايه الروعه في هذا الشارع، هذا شارع الحسن الثاني، شيء جميل والله لا رائع الاخوان، رائع جدا. انا جيت الاخوان، انا جيت نقلب على السبع وانا غادي نتلاقى لكم مع السبع. هو السبع الاخوان هنا، هو السبع. انا تصورت مع السبع الاخوان وانا جيت لحداه. واحد السبع، يا سلام يا سلام على السبع، سبع الاطلس، يا سلام. الحق الاخوان هاد السبع الديكور اللي داروا هنايا جميل جدا، والله جميل جدا. هاد
هاد السبعه اللي داروا هنايا شيء جميل في هذا الشارع هذا. والاخوان تحياتي لكم جميعا، وخليكم مكملين معايا المقطع حتى نخرج في اتجاه الطريق ديال الكدينه المكناس الرباط، ومن ثم الاخوان النهايه ديال المقطع. وخليكم دائما مع القناه والى فيديوهات قادمه ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا الاخوان الشارع في غايه الروعه والجمال، شوفوا الاخوان على الطول في غايه الروعه والجمال بمعنى الكلمه. هذا الشارع هذا شارع الحسن الثاني. وخليكم على الفيديو حتى النهايه، فرجه ممتعه، والسلام عليكم.